واحد بيقول قال كاهن كنيستنا انه عندما يكون الكاهن غير لائق في وقت من الاوقات يعني عمل حاجة وحشة فان الملاك فيما يختص بموضوع الذبيحة يركنه على جنب ويقوم هو اي الملاك برفع الذبيحة. لا دي خرافات دي. الملاك يرفع الذبيحة؟ الملاك ده واخد سر كهنوت. كلام خيالي. ويركنه على جنب ازاي؟ يبقى لما بيمسك الكاهن الذبيحة بيديه بتبقى بيديه ولا ايدي اخرى تدخلت في الموضوع وركنت ايديه على جنب؟ الكلام ده كلام مش مظبوط. هو بيقول وانا بصراحة مش مقتنع بذلك وانا ايضا مش مقتنع. الكلام ده مش صح. ايه ملأ؟ ده احنا بنقول هذه الاسرار الملائكة تشتهي ان تطلع عليها مش الملاك يقوم بالذبيحة. لا يا ابني. هنا وارجو الاباء الكهنة لا يعلمون تعليما الا لو كانوا متأكدين منه. يعني الملاك يركنه ويقوم هو بالذبيحة وهو اللي ناول الناس برضه ولا ايه الحكايه؟ كلام مش معقول ومش مقبول. واحب فيما تاخذونه من تعليم ان يكون كل تعليم له مرجع، اما له مرجع من الكتاب المقدس او مرجع من اقوال الاباء القديسين، وان يكون ايضا كلاما مقبولا منطقيا وعقليا وعقائديا وروحيا. لكن اي واحد يقول لك كلام كده وخصوصا في العقيدة يمر، لا ما يمرش.